3 انواع من الحشرات ممكن يهددوا غرفه النوم، وممكن بناء على الحشرات دي تظهر قدامنا ديدان داخل غرفه النوم. اول حشره من ضمن هذه الحشرات هي حشره العته او حشره عس الملاك. الحشره دي بتكون مستهدفه او بيكون الهدف الاساسي بتاعها هو الملابس اللي مخزنه فوق الدولاب او داخل الدولاب. الملابس دي بتكون هي الغذاء لهذه الحشره. حشره عس الملابس حشره بتطير وبتشبه للفراشه في الشكل الخارجي. لو شفتها قريبه من الدولاب في يوم من الايام فلازم تكون على يقين ان احتمال كبير جدا تكون الحشرة دي وضعت بيض داخل الملابس او على الملابس، وبالتالي هينتج عن البيض ده بعد كده في المستقبل الدود اللي حضرتك بتشوفه.